رأيك بالواسطة؟ الواسطة مهمة جدا. شيء جميل ولا شيء لا لا، أنا بأمن بالواسطة لكن بحدود. ولإيش؟ واسطة إنه واحد يجي يقول لي شغل لي ابن أختي ولا ابن عمي ولا جاري، أنا ما عندي مشكلة إذا كان عنده الشهادة أو الخبرة إنه يشتغل، لكن ما حدا بضله بالشغل بالواسطة. أنا عندي سياسة. حلو المبدأ هذا. أنا عندي سياسة. خلاص نحكي بعد الحلقة في الموضوع. ماشي أوكي. وعندي سياسة دائما الأقربون أولى بالمعروف. طبعا. وأنت بالعكس لما أنا أوظف حدا لأنه بيعرف حدا، معناته إذا في مشكلة كمان بقدر أرجع لهذا الشخص. صحيح. ففي علاقات، لكن ما حدا يجي يشتغل معي وبعد ما يشتغل معي واسطته انتهت. فييجوا بعدين أهله يقولوا لي بشار هذا مظلوم، معاشه ارفعه، فلان حاط الدقر، وهذا الحكي بسكر دني وما بسمعه.